دكتور عماد ميزاب، اش اخبارك؟ الحمد لله بخير وعلى خير، وتحيه لك وجميع الاخوات كينورونا في هذا اللقاء. شكرا اخوي، وفي هذه الجلسه الاخويه، ومرحبا بجميع الاسئله ديال الاخوات ديالنا. شكرا لك دكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في التداوي بالاعشاب ورئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. اليوم غنتكلموا على العلك، الفوائد ديالو للصحه وللجمال ان شاء الله. العلك الصحراوي، نعم، شنو هو دكتور؟ فالعلك الصحراوي هو من كما كنقولوا حنايا لا يخلو منزل في الصحراء المغربيه ديالنا من العلك، وكذلك جميع تقريبا الى جينا نشوفوا كاع المناطق الصحراويه اللي عندنا في القاره ديالنا، وخاصه مثلا الى شفنا السودان، الى شفنا مصر، كذلك ليبيا، فهاد المناطق كلها ومناطق اخرى اللي كتكون مناطق صحراويه ما يمكنش ما تكونش عندهم هاد الماده الطبيعيه ديال العلك في البيت ديالهم او في عند في يعني في الاسره. اذا العلك اللي هو كناخذوه من واحد الشجره ما يسميها الصحراويون الصيدليه الصحراويه، اللي هي شجره الطلح. هاد الشجره ديال الطلح اللي هي واحد الشجره سبحان الله العظيم عندها اسرار كثيره واسرار، وخاصه فيما يخص الطبيعه، فيما يخص الفائده ديالها الطبيعيه للصحه ديالنا، فهي عندها فوائد اخرى، فمن بينهم ان الرحال كياخذوا بها الاتجاهات لما كيشوفوا هذه الشجره. هذه هي الشجره من الاشجار اللي كتعطي الظل في الصحراء، وكنعرفوا حنا داك الشمس ديال الصحراء كيفاش كتكون. شجره كذلك من الاشجار المهمه، لان مع الاسف ان مؤخرا كاين كما كنقولوا حنايا كاين واحد النقص ولا واحد بدايه انقراض هذه الانواع هذه ديال الاشجار، وخاصه حنا ملي كنهضروا على محاربه التصحر. وهذا الشيء حنا راه كنهضروا، حنا جايين من الرشيديه ورزازات، وحنا غاديين حتى يعني حتى كنهبطوا قلت الزمور السماره، فعلى طول هذاك الشريط اللي كيكون فيه مليء بالكتبان الرمليه ويعني وبالرمال، فالشجره كتلعب واحد الدور مهم جدا في ثبات هاد الارض هذه، وكذلك ثبات ديال هاد الرمال باش ما كيوقعش فيها التصحر. اذا هادشي كلشي ملي غنهضروا عليه على الجوده او النوعيه او الفائده ديال هاد الشجره، اكيد ان هاد الشجره غادي يكون عندها واحد المزايا جميله جدا ومهمه ومفيده للصحه ديالنا. اذا هاد الشجره هذه اللي فيها كما كنقولوا فيها الاوراق، وفيها ما يسمى واحد الماده الصمغيه. هاد الماده الصمغيه شنو هي؟ هو ان داك الجذوره، عفوا، هو ان داك يعني الشجر، داك يعني اللحاء ديال الشجره كيولي كيفرز لنا واحد الماده لزجه. نعم، هاد الماده اللزجه ملي كتدخل في اتصال مع الهواء كتاكسد وكتقصح كتولي دايره بحال الدجاج. ولكن شنو هو الدور ديال ديك الماده؟ هذيك الماده او الماده الصمغيه اللي كتفرز اي شجره هي عباره على واحد الماده صمغيه لحمايه الشجره مناش من الحشرات، من الفطريات، من الطفيليات، وكذلك كتخلي الشجره في واحد الشبابيه، في واحد الحيويه، في واحد النشاط، وكتبقى ديما محافظه على ديك النضاره ديالها، وكتبقى ديما محافظه على الصمود ديالها. فهذا هو الاساس ديال هذه الماده هذه. ولكن هذه المواد كذلك الا كانت الطبيعه كتستفد منهم او الشجره، فاكيد ان ما يسمى بالطب البديل القديم، فدائما كنشوفوا ان هاد الناس هادو داروا تجارب وداروا استكشافات من اي نباتات كانوا في يعني كيحيطوا بهم. وهنا كما كنقولوا اكثر النباتات انتشارا في المنطقه الصحراويه هو الطلح، لاكاسيا. وهنا ما خصناش، وكما قلنا كيتم إزالة هاد الصمغ هذا، كيكون كيسيل كيجمد وكنحيدوه في شكل زجاج، يعني كيكون واحد عنده واحد صفة زجاجية اللي غنستعملوه وغادي نهضروا على المنافع ديالو. مسألة أخرى غير اللي بغيت نشير لها، ما نخلطوش بين لبن الذكر والعلك، لأن لبن الذكر شجرة أخرى اللي كتعطيه لينا، كتسمى البوتسويليا، ولا لابوتسويليا ما عندناش في المغرب. البوتسويليا كاينه في افريقيا، كاينه في تشاد، كاينه في السودان، ولكن في المغرب ما عندناش هذه شجره البوتسويليا اللي هي كتعطينا اللبن، اللي عنده فوائد اخرى
ولكن العلك كتعطيه لنا شجرات الاكاسيا. هاد الاكاسيا اللي واحد النوع من شجرات الاكاسيا هي اللي كتعطينا هاد النوع هذا ديال العلك اللي كنستعملوه في الحياه ديالنا اليوميه. نعم. طيب الفوائد ديالو دكتور؟ إذن الفوائد ديالو في الناس ديال الصحراء المغربيه راه غادي يعرفوهم وعارفينهم لانهم ما كاينش شي براد ديال تاي ما كيدارش فيه العلك. هذيك شي حاجه اللي عندهم هما اساسيه، وهذه واحد العاده حميده جدا اننا نستعملوا هذه الماده. علاش؟ لان فيها ما يسمى بلاغابينوز، ولا هاد النوع هذا من السكريات واحد او من السكريات الصمغيه، زائد كاين املاح معدنيه. لاش كيصلح تحسين الجوده ديال الجهاز الهضمي. انا كنلاحظوا ان تبارك الله حتى داك التغذيه اللي كتكون في هاد المناطق هذه هي عباره على تغذيه كتعتمد على اللحوم، خاصه لحوم الجمال اللي كتكون تبارك الله فيها واحد القوه ديال الدهون، واحد القوه ديال الالياف، واحد القوه ديال البروتينات. كذلك يعني الرز كذلك اللي كيكون حتى هو مسقي بعض الانواع ديال الدهون والتغذيه في حد ذاتها. فلما كتاخذ هذا الصمغ هذا كانك لم تاكل شيئا، يعني سبحان الله كيهضم. والفائده ديالو شنو هو؟ هو كيخلينا نستافدوا من دوك البروتينات ونستافدوا من دوك الدهون اللي خدينا. طيب اذا هذاك الدهون، لان داك الشيء تبارك الله باش كتلقى هاد الناس هادو كما كنقولوا حنا شادين مزيان، وكتلقاهم كيحاربوا الجو الحار مثلا في الصحراء ولا في هذيك وبخير وما عندهمش مشاكل. لان علاش؟ هاد النبته هذه هي كتعطينا هاد المساله هذه، سرعه الهضم بالنسبه للناس مثلا اللي عندهم عسر الهضم مهمه جدا. تحسين الجوده ديال الجهاز الهضمي ديالنا انه كيولي كيشتغل بواحد الطريقه منتظمه. كما كنقولوا حنا تنظيف الجهاز الهضمي اللي سبق وهضرنا انه راه فيه واحد الصفايات، واحد المسام صغير، وراه بحال دوك الصفايات الرقاق اللي كنصفيو بهم. الا مشاو تتبوشات شي حاجه في المسام راه ما كتبقاش كيشتغل لينا الجهاز الهضمي بطريقه منتظمه. والاهميه من هذا الشيء كامل هو انهم ينشطون ما يسمى بالابروبيوتيك، ان هذا الصمغ هذا او هذا لاغابينوز كيعاوننا في 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 تنشيط ما يسمى بالابروبيوتيك، يعني ديك البكتيريا النافعه، ديك البكتيريا النافعه اللي كتكون عندنا في الذات وكتعاوننا. وهذه البكتيريا النافعه اللي لها دور على الهضم، اللي لها دور في المناعه باش كترفع المناعه، وعندها دور كذلك في رفع نسبه السيروتونين. السيروتونين اللي هو الهرمون ديال السعاده. ان هذا الصمغ كذلك كيصلح لتهدئه الاعصاب، كيصلح لاعطاء واحد اون بون هيومور، يعني كيعطينا واحد السعاده ملي كناخذوا هذا الصمغ. الصمغ كذلك يستعمل خارجيا لتوحيد لون البشره، باش البشره ديالنا كتكون اللون ديالها موحد، او الا كان عندنا ذاك البقع. الصمغ هذا النوع من العلك يستعمل كذلك في مشاكل الحساسيه اللي كتكون عندنا على المستوى ديال البشره ديالنا، كيمكننا نستعملوه. الصمغ كيمكننا نستعملوه كذلك ككمادات للجروح، جروح اللي يكون عندنا بعض الجروح كيمكننا اننا نستعملوا هذا الصمغ ككمادات باش كيجمع لينا الجروح بواحد النسبه كبيره. والصمغ كذلك كيمكننا نستعملوه كمنشط للشعر، يعني الشعر اللي كيكون عكزان واللي ما كيكونش كينوض بزاف واللي كيكون متقصف، فإلا درنا واحد السيروم ديال الصمغ او ديال هذا العلك فكيعطينا واحد فائده كبيره. والفوائد ديال هذه الماده لا تعد ولا تحصى، كما سبق لي وشرنا في الاول ديال الحلقه قلنا بانها تسمى في الصحراء المغربيه بصيدليه الصحراء. إذن عندها فوائد كثيره 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 بزاف. وكذلك هي مضاده للتسمم. بمعنى الناس يعني الناس اللي كتكون مثلا خدات شي حاجه مسمومه مثلا في الاكل او في هذيك، فهو من المواد اللي كتكون مضاده للتسمم. والدليل هو ان الكثير من الحيوانات الصحراويه لما كيوقع لها كتاخذ شي حاجه ماشي هي هذيك ولا مسمومه تلتجئ الى هاد الشجره هذه، يعني سواء مثلا الا كان عندنا الماعز او هذه فهم راه كيتسلقوها واخا انها فيها الشوك بزاف، ولكن الحيوانات الاخرى فهي غير داك البقايا ديال النباتات ديالها اللي كتكون طايحه في الارض، فهي كتاخذها وكتاكلها وكتستعملها كمضاد للتسمم. قلتي بانه الناس يعني في الصحراء المغربيه كيستعملوه في اتاي. نعم. هما غيكون عندهم طريقه كيفاش كيتستعمل في اتاي. طبيا وعلميا شنو هي احسن طريقه بروفيسور دكتور عماد، خصوصا الناس اللي باغيين يجربوه ويذوقوه لاول مره؟ اتاي شوف ارمي دابا هو الا غنديروا الصمغ الا غنديروا العلك غادي نحيدوا النعناع وغنحيدوا اي حاجه مزيوده. غير اتاي وصافي. صافي كما كيتصايب في الصحراء ديالنا المغربيه.
وهذيك المناطق على طول داك المناطق، لان يعني عش في عده مناطق، يعني راه كاين موريتانيا، كاين كذلك السنغال، فهما كلهم كيتصايب نفس الطريقه، هو كيتطبخ حتى مزيان وكتعطى درجه حراره جد منخفضه، يعني كنعطيو العافيه قليله ومهيله كاع اللي جميل، هو كتلقاهم كيديروه غير على داك الهب ديال 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 الفاخر، يعني خفيف، وكل ما طبخ مزيان هذاك اتاي كل ما كيولي كيفرز لينا لي طانه، لي طانه اللي هي عباره على مضادات اكسده قويه، ولا خلطنا هاد لي طانه مع هاد لي بوليساكاريد، يعني هاد السكريات منهم لا غابينوز اللي هو نوع من الانواع ديال السكريات، تخلط مع هاد لي طانه كيعطينا واحد المركب قوي، يعني نطبخوا بعد اتاي كيتطبخ مزيان حتى كيطلع مزيان، وعاد من بعد كنضيفوا ليه مثلا براد مويان، كنضيفوا ليه نص معلقه صغيره ديال العلك مدقوق، ويعني غبره كيكون مدقوق مزيان، وكنخليوه فوق العافيه يطبخ شويه وكنحيدوه، ولكن واخا اننا نبداو نحطو حتى من الاول مثلا فاش يكون كيطبخ حتى ما نخافوش منه، لان ما غاديش تخسر الفائده ديالو، لانه واحد الماده جد متماسكه، وماده اللي كتصبر لدرجه الحراره المرتفعه. طيب دكتور عماد ميزاب، نفتحوا المجال الاسئله ديال الاخوات على 0522 77 24 24، او عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. هاجر كتقولي السلام عليكم، انا من قلميم، عندي العلك في الدار كنستعملو غير في اتاي، واش مزيان نقدروا نستعملو في شي حاجات اخرين؟ نعم، قلنا الجميل، كنا نستعملو الجميل، بحال دابا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال العلك مطحون، غنضيفوا ليها نص كاس صغير ديال الماء الساخن، ونخليوه ساعتين يطلق فيها مزيان. اذا ملي يطلق مزيان في هذاك الماء، غادي نضيفوا هذاك الماء، غنضيفوا ليه واحد المعلقه صغيره ديال الماء الورد الحقيقي، يعني البلدي المزيان، ايوا نخلطوا معاه، ونوليو ندهنوا به البشره ديالنا والرقابه، نخليوه مده ديال ساعه ونغسلوه. هذاك المحلول نخليوه في الثلاجه، غيبقى لينا 15 يوم. العمليه نديروها كل نهار، فغادي تعطينا واحد النظره جميله جدا. نعم، رشيده في نفس السياق كتقول لك، واش كاين العلك ديال الاكل والعلك ديال التجميل؟ انا عندي العلك الحر، وبغيت وصفه لتوحيد وصفاء بشره الوجه. يعني العلك هو واحد، كاين ما كاينش التجميل وما كاينش الاكل، فهو واحد اللي كيتستعمل، غير هو خصو يكون حر. والطريقه ديال توحيد لون البشره، حنا عطينا واحد الطريقه، نعاودو نعطيو طريقه اخرى. مثلا غادي ناخذو معلقه صغيره ديال، ما تكونش ما نعمروش المعلقه بزاف، يعني معلقه صغيره، ولكن ما تكونش مقبقبه كما كنقولوا حنايا، تكون غير معمره النص، يعني ديال كما كنقولوا ما نعمروهاش حتى دير لنا واحد القبه واحد الجبل، لا ديروها غير شويه من من من, من العلك اللي غيكون مدقوق، وغنضيفوا ليه نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، نديروا في العافيه يغلى شويه، نخليوه ليله حتى يطلق مزيان، نخلطوا هذا المكون هذا. ولكن شنو غنضيفوا ليه؟ غادي نضيفوا ليه 6 ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، تخلط معاه في حمام مريم زبده الكاريتي مع هذاك المحلول اللي صايبنا في الاول، وخليناه يبات ها، ونخليوه يبرد، غيعطينا كريم، ديك الكريمه نوليو ندهنوا بها غير في الليل، ندهنوا بها البشره ديالنا، الرقبه ديالنا، الجسم ديالنا، الا عندنا شي بقع في الجسم او عندنا شي نوع من الحساسيه في الجسم. الصباح مثلا الا درناه في الجسم ماشي مشكل، ولكن في الوجه والرقبه في الصباح ضروري اننا نغسلوا هاد الكريمه اللي درنا في الليل. طيب ناخذ السؤال ديال كريمه معنا من الصويره. السلام عليكم كريمه. سلام اختي لميا، كي دايره؟ لاباس عليك؟ تحيه لك وتحيه للدكتور عماد. مرحبا بك كريمه، تفضلي. عندي واحد جوج اسئله الله يخليك. تفضلي لاله، مرحبا، شنو سؤالك؟ وكنت على قبل ولدي، حين كنت هدرت معاكم وقلت لكم كان تحلي الشعر أيه. بلا عشان ليا أيه. كي قلتي لي دير لي زيت الزعتر، زيت لي زيت أيوة. وخديت جوج قريعات من الكابة ديال هذاك الزيوت، وانا نزديهم في واحد القرعة وبقيت كنديرهم ليه شهرين دابا باش تبعتهم ليه. شحال؟ شهرين، مدة شهرين هو كيديرهم. أيه. وبعد ناد ليه داك الشعر، ناد ليه بحال ساقط شويه رقيق وكيتساقط ليه. ولكن ناض بعدا؟ شويه ماشي بزاف، باقي كيبان الجلد ديال الشعر. دابا شحال قلت لك انا غاتستعمليها؟ راه قلنا غتبداي من 3 شهور، وهي غادا فما فوق. دابا شهرين هذه باش كيديرها. فغادي يكملها وان شاء الله غتكون الامور بخير، راه مادام الحمد لله. الشعر ديالو كينوض رقيق ماشي بحال الاخر قوي. ايوا راه شويه بشويه، دابا راه بحال بدا كيحيا شويه داك الشعر، حيت راه ما كانش كاع
دابا غيبدا يقوق شويه وهو غادي مع الوقت صافي ديك داك الجدر غادي يبدا كياخذ الحاله الطبيعيه ديالو وهو غادي حتى الشعر غادي يولي مزيان صافي. الزيوت خديتهم من الشعر وخلطت دوك القريعات بجوج. ماشي مشكل، لا حنا ماشي قلنا المعشابات راه ما فيهمش، حنا قلنا الانسان يقلب غير على المعشابه اللي غادي تكون موثوقه واللي غتكون عندها كتخدم بواحد الضمير وصافي. راه حتى المعشابات حتى هما تبارك الله راه فيهم الزيوت، وحتى هما راه كيديروا المواد الطبيعيه، وحتى هما راه عندهم هاد الامور. حنا ملي كنهضر كنقول نمشيو عند واحد المعشابه اللي كتخدم بضمير فقط، لان اي مجال كاين الناس اللي كيخدموا مزيان وكاين الناس اللي كيغشوا. حنا دوك الناس اللي كيغشوا ما عندنا ما نديروا بهم، من غشنا فليس منا. حنا كنهضروا غير على دوك الناس اللي عندهم الا بغينا ناخذوا شي حاجه لصحتنا نمشيو ناخذوها من شي بلاصه اللي هي امنه. اذا مادام هاد الزيوت استعملتيهم الحمد لله وانهم عطاو نتيجه فصافي، يعني يمكن لك تستعمليهم. شحال بقى متبعاهم ليه دابا؟ والو، بقى متبعاهم ليه، ما تقطعيهمش نهائيا حتى ان شاء الله الشعر يرجع للحاله الطبيعيه ديالو بلا ما نزيد تخلطه اخرى. صافي صافي، غير هذيك ان شاء الله وفيها الخير والبركه الحمد لله. صافي، شكرا دكتور. الله يبارك فيك. مرحبا بك كريمه. عندنا السؤال ديال فاتي، كتقول لك دكتور واش العلك مزيان يتعمل ماسك للبشره الحساسه والجافه؟ ماشي مشكل، غتلقوا لبان الذكر حتى هو واش مزيان. قبيله تكلمتي على انه راهما ماشي نفس الشجره نهائيا، مختلفين. فالا عندنا العلك يمكننا نديرو غير بالماء، معلقه صغيره ديال العلك مطحون وفي نص كاس صغير ديال الماء مغلي، صافي نخلطوها مزيان، نخليوها جوج سوايع تلق مزيان، وهذاك الماء كندهنوا به البشره ديالنا والرقبه، يعني البشره ديال الوجه والرقبه، وهذا غتكون وصفه بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه. نعم، عندنا السؤال ديال رحاب، كتسولك دكتور على وصفه ديال النبق والخروب اللي حرقت المعده. شنو كنديروا فيها؟ اذا غناخذوا الخروب مطحون، نبق مطحون، نافع مطحون، والزعتر مطحونه، كنخلطوا هاد المكونات كاملين في قيم متساويه، نغربلوهم، ناخذوا معلقه صغيره ونديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، ونوليو نشربوه في الصباح على الريق ونداوموا عليه، ما نقطعوش حتى نحسوا براسنا ان ما بقاش عندنا هذاك المشكل. العلك واش كاين مثلا بعض الامراض اللي كيعانيو منها الناس من الاحسن لهم ما يخلوش العلك ولا لا؟ فالعلك غادي يكون عندنا غير الناس اللي عندهم مشاكل ديال الكبد ما ياخذوش، اما حتى الناس اذا كان عندهم مشاكل الكلي ولكن ماشي صعبه يعني عاديه، فهو مزيان الجهاز البولي. يعني هو كيغسل لنا الجهاز البولي، هذه من الاشياء اللي ما اللي نسيت ما ذكرتهاش، فهو كيصلح لتصفيه الجهاز البولي. يعني الانسان كيعطي واحد كما كنقولوا حنا التنقيه ديال الجهاز البولي، لا عند النساء ولا عند الرجال، وفيه فائده كبيره. وبالنسبه للناس عندنا قلنا الناس اللي كيعانيو من الكبده، الناس اللي كيكون عندهم الضغط مرتفع حتى هما ما يحاولوش انهم ياخذوه، ومن غير هادشي داء السكري. داء السكري بالعكس مزيان الناس اللي عندهم داء السكري، ولكن غير ياخذوه مع اتاي مسوس، ما ياخذوش مع اتاي اللي غادي يكون حلو. واخا، ناخذوا معنا الهام من مدينه اسفي. السلام عليكم الهام. وعليكم السلام ورحمه الله. شخبارك، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا، تفضل الهام، شنو سؤالك؟ بارك الله فيك اختي، بغيت نسول الدكتور عماد على ولد بنتي، واخا السؤال خارج على الموضوع. بنتي عندها 13 عام ومني كانت صغيره كانوا عندها غير واحد جوج شيبات في شعرها، ودابا كثر ليها الشيب في شعرها، وعندها مشكل ديال القشره كتكون دهنيه ولاصقه لها على الجلده تاع الشعر، والشعر ديالها مني كانت صغيره كانت الضغبه ديالها زعما كتحسي بها متغذيه وداك الشيء، دابا شعرها ولا ناشف ومتقصف. درتي لها شي ترطيبه ولا شي حاجه؟ لا، ما عمرني درت لها شي ترطيبه. عمرك درتي لها شي حاجه كيميائيه للشعر ديالها؟ لا، كندير لها بعد مرات وصفات طبيعيه. نعم، واخا ان شاء الله نديروا هذه الوصفه هذه اللي توقف الشيب، وصفه كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم القشره ميدمه والقشره اللي كتكون لاصقه في فروه الراس. اذا هذه الوصفه غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه، ناخذوا معلقه صغيره ديال الزعتر، وغادي ناخذوا 10 ديال الوردات بلديين. هاد المكونات كاملين غادي نديروهم في كاس كبير ديال خل التفاح الطبيعي، ضروري يكون خل التفاح الطبيعي ماشي اللي كيكون مصنع، ونحطوه يغلى هاد الخليط، يعني هاد المحلول هذا نديروه فوق العافيه يغلى، يبدا يغلى، نطفيو عليه، نخليوه 5 ديال السوايع حتى يبرد مزيان وياخذ راحته، ونصفيوه. من بعد هذا المحلول هذا كندهنوا به الجلده ديال الشعر ديالنا، وكندهنوا به الشعر ديالنا، وكنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه غادي نديروها
من جوج حتى لثلاثة المرات في الأسبوع، لأن هنا باش نتخلصوا من ديك القشرة ونبقاو مداومين عليها. إلا مشات القشرة ما بقاش فروة الرأس ولات مزيانة، غنوليو نديروها مرة في الأسبوع باش نحافظوا على الشعر ديالنا من تكاثر الشيب، وهي وصفة مهمة جدا. نعم. طيب ناخذ سمية معنا من مراكش. السلام عليكم سمية. السلام عليكم اختي لمياء، كي دايره؟ شبارك لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. كي دايره خويا عماد؟ بخير اختي، ملي كنسمعوا صوتكم على خير اختي. مرحبا. بغيت نسولك على واحد الصفحه عطيتيها ديال الخروب والنبك والباديان والنبع. ايه. واش ممكن نستعملها؟ حيت كضرني المعده وعندي بومزوي، والمهم داروا لي بزاف المشاكل في المهم بومزوي والمعده. واش ممكن نستعملوا غير في الصباح؟ حيت عطيتي واحد الوصفه اللي غنشربها غير في الصباح قبل الفطور. مزيانه في الصباح. في الصباح يمكن تاخذها، ما كاين حتى مشكل. ممكن نشربها قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، ولا نشربها في الصباح صافي؟ نشربها في الصباح ونشربها في الليل. الا بغيتي تزيديها مره اخرى يعني ديرها جوج المرات، ديرها في الصباح وديرها في الليل. قبل سميتو قبل في الليل مثلا، ولا في يعني قبل الصلاه ديال العشاء بشويه مثلا، مع 8 ونص يمكن لك تاخذ هذه الوصفه هذه المره الثانيه قبل العشاء. قبل العشاء ان شاء الله. وبالنسبه لك الوصفه ديال القرقوم البلدي، واش ممكن تستعملها يوميا حيت بغيت زعمت تعطيني واحد النتيجه سريعه؟ ثلاثه المرات في الاسبوع كافيك، يعني ثلاثه المرات راه هي بزاف. وبالنسبه لواحد الوصفه ديال البيض، الصفر ديال البيض، واش كتحيد لك الصفر ديال البيض مع واحد المعلقه ديال الزيت؟ المهم اي زيت طبيعيه. لا الوصفه اللي عطيت غناخذوا الصفر ديال البيض مع معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، ما هي اللي غادي تصلح. انا عندي الزيت لابوكا والزيت ديال بذور الخيار. ماشي مشكل، ديري معلقه صغيره معلقه صغيره منهم، ولكن هنا وهنا ضيفي لهم بيضه، ما ضيفيش صفر بيضه، ضيفي بيضه كامله. ندير بيضه كامله وشحال من مرات في الاسبوع؟ غتخليها في وجهك مده ديال ثلث ساعه وغادي تستعمليها جوج المرات في الاسبوع فقط، صافي راه كافيك. تحيد لك الحيط، انا عندي لك الكلف والشرايين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، خصك تداومي عليها ان شاء الله ويكون خير. شكرا لك بزاف دكتور عماد. مرحبا بك سميه. هاجر كتقول لك دكتور واش نقدر نستعمل العلك البومزوي حيت سمعتو مزيان الجهاز الهضمي وعاد عندي مشكل في الخروج، يعني قبل ثلاث ايام كيجيها تقريبا في ثلاث ايام عاد كتقدر انها تمشي المرحد. فثلاث ايام ما تقدر انها تمشي، يعني مجمل الاطباء المتخصصين كيقول لك راه مده مزيانه. الانسان ما يتعطلش يعني، الا كانت غير جوج المرات في الاسبوع مزيان بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال يعني ديال القبض. بالنسبه للعلك يمكن لا تاخذه ماشي مشكل، فهو غيصلح للجهاز الهضمي. حتى الناس اللي عندهم بومزوي يمكن لهم ياخذوه، ولكن ماشي هو غيكون علاج مباشر، فهو غيكون كيساعد حتى هو مادام كيخفف شويه راه غادي يساعد. طيب ناخذ السؤال ديال زهره معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم زهره. السلام ورحمه الله. لله اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس عليكم الحمد لله. الحمد لله زهره. ممكن يلاه يخليك الدكتور نهضر مع الدكتور عماد؟ ها هو لاله معك على الخط دكتور عماد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. الله يخليك، عندي واحد الاسئله. انايا كنت كندير لاشيميوثيرابي ودرت لا راديوثيرابي، ودابا ناض لي شعري غير هو ناض خفيف، وان بليس ناض لي القشره بزاف ناشفه. على سلامتك بعدا. على سلامتك. الله يسلمك اسيدي. والله يجعلها ان شاء الله اخر الاحزان. ديال الراديوثيرابي باقي دابا عاد عرفتي لي تريتمون، هذا المهم ماشي مشكل الحمد لله على كل حال. الله يشافيك. السرطان اللي صابك اختي شنو من نوع؟ فين بلاصه؟ الثدي. فين؟ الثدي. الثدي. والحمد لله الحمد لله. الحمد لله. السرطانات الحمد لله اللي كيتغلبوا عليهم في بلادنا اللهم لك الحمد، فهذا راه خير كبير وان شاء الله غادي يكون غير الخير. واخا دابا عندي القشره بزاف، انا جالسه وهي كطيح لي فوق حوايجي وهذا، وتاكلني بزاف. نعم فهذه شوف، هذه بالنسبه لبعض الاخوات ولا بعض الاخوه اللي كيوقع عندهم هذا المشكل هذا ديال اللي كيكونوا كيستعملوا بعض العلاجات ديال السرطان، الله يشافي الجميع. كيدير واحد الاضطرابات على المستوى ديال الغدد الزهميه اللي كتكون في فروه الراس، يعني البلاصه ديال الجلده ديال الشعر ديالنا كاين واحد الغدد، ومنين الانسان كيكون كيستعمل بعض العلاجات الكيميائيه او الفيزيولوجيه فكيعطينا هاد الاضطرابات هادو. واخا شنو غدير اختي؟ غادي تاخذي معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لاختي
من النباتات او من نعم من النباتات اللي هي مضاده للقشره رقم واحد. اذا معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه يابسه، 10 ديال الوريقات ديال النعناع طريين، ورقه ديال السالميه غديرهم في نص سيترو ديال الماء وتخليهم يطبخوا مزيان حتى يبداو يغلى هذاك الخليط، طفي عليه خليه يبرد مزيان واحد 3 ساعات وصفيه. غتولي دهني به الجلده ديال الشعر ديالك والشعر ديالك، خليه مده ديال ساعه الا ربع، ومن بعد حاولي انك تغسليه مثلا مره ديري الشامبوان ومره ما ديريش الشامبوان صافي، وغادي تداومي عليه وان شاء الله هاد 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 الوصفه غادي تعطيك نتيجه. وهذا وصفه لتخفيف الشعر بالنسبه للاخوات ديالنا، وكذلك حتى الاخوه اللي كانوا داروا علاجات كيميائيه او علاجات لمحاربه السرطان. فعندكم واحد الزيت اللي سميتها زيت الجوجوبا، وغنخلطوها بزيت لافوكا، زيت لافوكا وزيت الجوجوبا، بداو ديروه كسيروم كل ليله، شويه في يديكم مسحوا شويه وبداو ديروه كسيروم كل ليله ما تقطعوش، فهو كيغدي وكيعطي واحد الحيويه، وداك الشعر كيولي كيخلف ومع الوقت كيولي كيكبر ان شاء الله ويرجع للحاله الطبيعيه ديالو. والله يشافي الجميع ان شاء الله. الله يشافيك. غادي ناخذ السؤال ديال زهره، كنظن معنا على الخط. السلام عليكم. وي الله يخليك. بغيت نسولو هاد العائلة الصحراوي واش يمكن لي ناخذو حنا حاملي سرطان؟ ماشي مشكل. زهرة مازال معانا. نعم الا كان الا كان الا كان نعلك حقيقي يعني مزيان فما كاينش لا باس، ما تخافيش منه. طيب الله يشافيك زهرة. غادي ناخذو حياة من وجدة، اخر اتصال. السلام عليكم حياة. وعليكم السلام اختي لمياء. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله الجلاله الله يخطيك. مرحبا. مزيان دكتور عماد لاباس عليه؟ بخير الحمد لله. ملي كنسمعوكم على خير رحنا بخير. الله يجازيك بخير. شكرا دكتور بارك الله فيك. مرحبا. الله يجازيك بخير دكتور عماد. انا عندي جلدة ديال راسي كتاكلني بزاف. اييه لواحد الدرجه يعني بزاف، وفاش كنحكي يعني عندي جلدة ميدمه والشعر ناشف. واخا شفتي الطبيب على هذا المشكل؟ لا صراحة لا ما شفتش الطبيب. ولا عندي مؤخرا يعني تقريبا هاد العام هذا اللي ولا عندي هاد المشكل. ايوا عام راه بزاف عام، يعني عام كل نهار عندك هاد المشكل يعني هذا. واخا كنغسل واخا لان شوف هذا غيكون مشكل صحي، فهمتي؟ دابا كتمشي عند طبيب ديال الجلد باش يشوف. نعم. يدير لك التحاليل يعرف المشكل منين كاين، وهذيك الحكه كاين بزاف ديال الامراض اللي كيعطيونا هذا النوع هذا ديال الحكه على المستوى ديال الفروه ديال الراس ديالنا، وكيبدلوا لنا ذاك النوع ديال الزغبه ديالنا. فالنصيحه اللي غننصحك هو انك ضروري تشوفي طبيب ديال الجلد، وان شاء الله راه الامور غتولي بخير ان شاء الله. دكتور عماد شكرا لك. مرحبا مرحبا. شكرا بارك الله فيك. ان شاء الله. شكرا لك حياه. الله يجيب الشفاء. في الختام كنشكرك دكتور عماد ميزاب. لعلك مهم إذا لقيناه حر مزيان نديرو مع اتاي. نعم. ما نديروش معاه السكر ياك بالفعل، وما نديروش معاه النعناع. نعم. اي سؤال كيفاش غنعرفوا راه العلك حر؟ ناخذو البلاصه اللي هي موثوقه، لان كاين بزاف ديال الانواع ديال العلك اللي كيتشابهوا وما يمكنش نفرقوا بيناتهم الا في الجوده، يعني الانسان ما غيشرب داك الكاس تاثير غيبان ليه الفرق. نسولو شي الا معناه شي جاره ولا شي جار صحراوي. صافي صافي اقري لنا الغرض. واش الناس تبارك الله على بال وعلى درايه بهذه الماده هذه ومواد اخرى كذلك في مجال الطبيعه. لانه حنا الحمد لله في بلادنا كتلقى بزاف ديال المواد الطبيعيه اللي معروفه في مناطق معينه، فبالتالي اهل المنطقه غادي يفيدونا. دكتور عماد للتواصل معك فعلى الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار، رقم يعني 06 61 28 99 78، او على الانستغرام دائر نقطه ايماد ميساب باس. مرحبا بجميع الاسئله ديالكم. غدا ان شاء الله غنتلاقاو معك دكتور عماد في نفس الموعد دائما على راديو اصوات.